مرحبا، أنا اسمي فيكتور، واليوم أنا بدي أحكي عن كرات القدم. بدنا فريقين لنلعب كرات القدم. هدف المباراة هو نكت أكثر من الفريق المنافس. كل فريق عنده 11 لاعب. وقت مباراة كرات القدم 90 دقيقة. أول شيء لازم نحط وين كل لاعب بده يقف. لازم يكون في بكل فريق واحد حارس مرمى، 4 لاعبين دفاع، 3 لاعبين وسط، و3 لاعبين هجوم. إذا كنت أنت حارس المرمى، أنت لازم تمنع الفريق المنافس يحط هدف في المرمى. حارس المرمى هو اللاعب الوحيد في الملعب يلي في يستعمل إيديه لا يلات التابة. الدفاع لازم يمنع الفريق المنافس إنه يسجل هدف، ولازم ياخد التابة من الفريق المنافس. لاعب الهجوم لازم يركض بسرعة لا يسجل هدف في مرمى الفريق المنافس. الفريق يلي بيسجل أهداف أكتر بيربح. إن شاء الله كان الفيديو حلو ومفيد. شكرا، مع السلامة.